كابتن وليد، ليه البرازيل طلعت كل هؤلاء المواهب؟ لأن البرازيل لسه لغاية دلوقتي معترفة ومحترمة إن كرة القدم هي لعبة للفقراء، وعمرك ما هتلاقي الأغنياء يعني إلا باستثناءات قليلة جدا ده لما يتألقوا في الكورة. بيوصلوا بقى، لما بيكبروا بالظبط. ويكونوا نجوم. لكن هي لعبة للفقراء. صح. بالمناسبة كأس العالم نفسه اتعمل، جوري ميه عمله عشان خاطر حقوق الفقراء يلعبوا كورة وينافسوا أوروبا. ده كان فكرة كأس العالم. فالبرازيل ما عندهاش لا أكاديميات ولا هي بتختار ناشئين، هي سايبة الناس كلها تلعب، والموهبة بتطلع وبتظهر نفسها وبتثبت نفسها. لكن فكرة إنك تعمل هنا أكاديميات ويجي الأب يدفع 500 جنيه أو 1000 جنيه في الشهر، وعشان الولد هيطلع محمد صلاح جديد ويصرف على عيلته وكده، دي كلها في فكرة حلوة عاملها زي توظيف ميدو، الأموال، دي توظيف كرة في فكرة القدم. حلوة عاملها ميدو، وفي ناس كتير بدأت تطبقها، اللي هي فكرة إن أنا ميدو مثلا جايب 40 ولد، هو منقيهم مع تيم كامل، منقيهم من كل أماكن محافظات مصر وجايبهم هنا، بيشرف على تعليمهم، بيشرف على التغذية بتاعتهم، جايب لهم مدربين بيشتغل معاهم كل واحد انديفيدوال مثلا. ده في عمل الاخر فردي. بالظبط. انا حاجة فردية. لكن الاهم من كده، الولد اللي واخد شغل مثلا في النادي الاهلي وفي الزمالك وفي بيراميدز وفيوتشر في الاتحاد السكندري وفي الاسماعيلي، الولد اللي دخل عنده 8 سنين او 9 سنين وبقاله 10 سنين بياخد شغل كورة، ده هيطلع منجم ذهب.